إن لله وإنا إليه راجعون. جاء ريان ليذكرنا بأننا أمة واحدة ورحل، كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد. أملك قناة على اليوتيوب، لذلك جئت من مدينة فاس لواكب الحدث بغرض رفع نسبة المشاهدات لدي. هكذا أعربت سيدة في مقتبل العمر عن هدف زيارتها لقرية إغران في جماعة الترابية تمرد بإقليم شفشاون، حيث خيم الحزن وتجمع آلاف الأشخاص في محيط البئر التي سقط فيها الطفل ريان، ترقبا لحركة عمل رجال الإنقاذ وأملا في إخراجه سالما. انطلقت حملات تبليغ على محتوى رقمي غير لائق بشكل كبير ليتم إغلاق قناتها بعد ساعات من كشفها لغرض الزيارة، كما تم إبلاغ إدارة اليوتيوب بالمحتوى الغير أخلاقي لمديري قنوات أخرى. قيل أنهم دفعوا أموالا تتراوح بين 350 و450 دولارا لأشخاص متواجدين في مكان الحادث لفتح بث مباشر لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولو في غير حضورهم، لكي لا يضيعوا عليهم فرصة الكسب السريع. في الوقت الذي تطوع فيه المئات للمشاركة في عملية الإنقاذ، ونزل بعضهم إلى قاع البئر الذي كان يهدد بالانهيار، وشارك آخرون في عمليات الحفر على رأسهم العام علي الصحراوي المتحدر من مدينة أرفود شرق المغرب، الذي حفر رفقة زميلين له 8 أمتار أفقيا بآلات بسيطة لإنقاذ الطفل، وخاطروا بحياتهم. وتطوعت نساء كثيرات من المنطقة لتوفير الأكل والماء لفرق الإنقاذ ورجال الأمن العاملين ليلا ونهارا، وخدم شباب الهلال الأحمر المغربي الصاهرين على عملية إنقاذ الطفل ريان. كان هناك ذئاب بشرية تربصوا بفرصة الكسب المادي فقط، من قبيل شخص استطاع فتح حساب بنكي لجمع الأموال باسم مساعدة والد الطفل ريان، لينفي هذا الأخير أن لا علاقة له بأي حساب بنكي، وأن طلبات الدعم المادي المتداولة باسمه لا يعلم عنها شيئا. حسابات بنكية مزيفة وتجارة إلكترونية وصحافة صفراء، ذئاب بشرية استغلت مأساة الطفل ريان الذي سقط في بئر للربح السريع. وعلى غرار البث المباشر والفيديوهات المتداولة من طرف المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الانتباه والحصول على نسب مجاهدات أعلى لكسب مادي أوفر، رصد تجار إلكترونيين يعرضون صور رقمية لريان بما يسمى الـ NFT وملابس طبعت عليها صوره لبيعها بعملات رقمية أو بمبالغ مالية تصل إلى 50 دولارا في عدد من مواقع التسوق الإلكتروني، محاولين صنع تجارة من عمق مأساة الطفل الذي كان يحتضر في قاع البئر دون مراعاة حرمة الجسد وحقوق الطفل وأخلاق الإنسانية. بمجرد أن تداول الإعلام الوطني والعالمي حدث سقوط الطفل في بئر، شدت الحشود رحالها إلى مكان الحادث، وكان العتاد هاتفا محمولا لتوثيق الواقعة من طرف البعض، لكن آخرين كان هدفهم الربح من خلال نقل الفاجعة على شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تحري للدقة وبجهل بأساسية العمل الصحفي. فتناسل البث المباشر والعناوين العفنة مع الأخبار الزائفة، مما استدعى خروج المجلس الوطني الصحافة في بيان عاجل يرصد عدد من الخروقات في التغطية الإعلامية لقصة الطفل ريان. وإن كانت مأساة ريان أظهرت أن الخير موجود في ملايين المغاربة، فقد أظهرت أن هناك ضمنهم تجار موت وصحافة صفراء همها الوحيد هو الربح السريع. إن لله وإنا إليه راجعون.